السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلاب الصف الرابع الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في دروس العلوم ودرسنا لهذا اليوم ما خصائص المادة الغازية الجزء الأول. أهداف الدرس: يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن أولا أن تذكر أدلة على وجود الغازات من حولنا، ثانياً أن تفسر سبب انضغاط المادة الغازية. بداية أحبائي، هيا نتذكر ماذا تعلمنا من الدروس السابقة. لقد تعلمنا عن خصائص المادة السائلة، وعرفنا بأن كتلتها ثابتة وحجمها ثابت وشكلها غير ثابت، حيث أنها تنسكب وتتدفق، وعرفنا أيضاً أمثلة على استخدامات السوائل في حياتنا مثل الصابون المنظف وأيضاً الماء والحليب والبترول. هيا يا أبطال نبدأ النشاط الافتتاحي في الكتاب صفحة 108. أشرح كيف يمكنني أن أجعل شكل البالون الأول يبدو كشكل البالون الثاني. انظر عزيز الطالب إلى الصور. كيف أحول البالون رقم 1 إلى شكل البالون رقم 2؟ أحسنت، سأقوم بنفخ البالون الأول ليصبح كالثاني. ولكن ماذا يحدث عند نفخ البالون؟ عند نفخ البالون فإن الهواء قد يؤدي إلى زيادة حجمه أو إلى انفجاره. هيا ننتقل إلى النشاط رقم 1 في كتابي صفحة 109. هل يمكنني رؤية المادة الغازية؟ سيعطيني معلمي كيساً شفافاً. سأقوم بنفخ الكيس وأغلقه بإحكام كما في الصورة، وأجيب عن هذا السؤال: ماذا يوجد داخل الكيس؟ أحسنت، إنه هواء. ما دليلي على ذلك؟ ازدياد حجم الكيس. هل أستطيع رؤية ما في داخل الكيس؟ لاحظ عزيزي الطالب الصور، هل تستطيع رؤية ما في داخل الكيس؟ أحسنت، لا أستطيع رؤية ذلك. هل أرى أي غازات في الهواء حولي؟ انظر جيدا حولك وحاول، هل تستطيع رؤية الغازات؟ أحسنت، لا أستطيع رؤية الغازات حولي. والآن هيا ننتقل إلى النشاط رقم 2، كيف يمكنني أن أجد دليلاً على وجود الغازات في الكتاب صفحة 110. ولإجراء هذا النشاط استمع عزيز الطالب إلى القصة التي سوف أقصها عليك، ثم نجيب عن الأسئلة التي تتعلق بالقصة. خرج أحمد وعلي مع الأسرة في رحلة إلى منطقة الشمال، وكانت الشمس مشرقة والجو صحواً مع وجود رياح خفيفة. وعند الوصول ساعد أحمد والده على نصب الخيمة وعلق علم دولة قطر على مقدمتها حيث كان يرفرف. أما علي فقام بإشعال الحطب ووضع إبريق الشاي عليه، وكان البخار يتصاعد من الإبريق. والآن هيا نجيب عن هذه الأسئلة ثم نتابع القصة. ما الذي حدث لعلم قطر عندما علقه أحمد على الخيمة؟ لاحظ الصورة وتذكر القصة. أحسنت، كان يرفرف. ما الذي كان يتصاعد من إبريق الشاي؟ انظر إلى الصورة وتذكر القصة. أحسنت، البخار كان يتصاعد من إبريق الشاي. والآن لنكمل سرد القصة. ثم ذهب أحمد مع علي ليلعبا بالطائرات الورقية التي كانت تتحرك بتناغم مع الرياح، بينما قام أطفال الأسرة بنفخ البالونات واللعب بها، إلا أن الرياح تسببت بتطايرها إلى مكان بعيد، كما أوراق الأشجار التي كانت بدورها تتطاير في المكان. والآن هيا نجيب عن هذه الأسئلة. بماذا لعبا أحمد وعلي؟ أحسنت، لعبا بالطائرات الورقية. ما السبب الذي أدى إلى حركة الطائرات الورقية لكل من علي وأحمد؟ لاحظ الصورة وتذكر القصة.
نعم، إنها حركة الرياح. ماذا حدث للبالونات التي لعب بها الأطفال؟ أحسنت، طارت إلى مكان بعيد بسبب الرياح. وعند الانتهاء من الرحلة تم تنظيف المكان، ثم ركب أفراد الأسرة السيارة، وفي طريق العودة ثقب إطار السيارة فخرجوا منه الهواء. طلب الوالد نزول الجميع من السيارة لتبديل الإطار المثقوب، ثم انطلقوا مكملين طريق العودة إلى المنزل. والآن لنجيب عن هذه الأسئلة. ماذا حدث للسيارة في طريق العودة؟ لاحظ الصورة. أحسنت، ثقب إطار السيارة فخرج منه الهواء. هل هناك أدلة على وجود الغازات من حولي؟ تذكر القصة والصور وأجب عن السؤال. أحسنت، يوجد العديد من الأدلة. ما الدليل على وجود الغازات حولنا؟ تذكر القصة والصور ثم اشرح إجابتك. لابد أنك لاحظت أن علم قطر كان يرفرف على الخيمة، وأن البخار كان يتصاعد من إبريق الشاي، كما لاحظنا تحرك الطائرات الورقية مع الرياح، ونفخ البالونات ثم تطايرها بعيداً، وخروج الهواء من إطار السيارة، جميعها تدل على وجود الغازات حولنا. إذن ماذا تعلمنا عزيزي الطالب من النشاط السابق؟ تعلمنا أن المادة الغازية غير مرئية، لكننا نشعر بقوتها، وعرفنا أيضاً أن الغازات تحرك الأشياء أو تملأ الإطارات والبالونات. لاحظ عزيزي الطالب الصورة الموجودة أمامك، هل سبق أن رأيت هذه؟ نعم، إنها أسطوانة غاز يستعمل في طهي الطعام. هل سبق أن شممت رائحة هذا الغاز؟ لابد أنك شممتها، لأن لها رائحة قوية. حتى نكشف عن تسربه ونحاول منع التسرب، فإن هذه الغازات سريعة الاشتعال ويستخدم كوقود لطهي الطعام، ويعد هذا الغاز خطراً ولا رائحة له، لذلك يمزج مع غاز آخر له رائحة قوية للكشف عن تسربه. إذن لاحظ بأن الغازات قد تكون لها رائحة مثل هذا الغاز الذي يستخدم في الطهي، وغازات بدون رائحة مثل الهواء الذي يكون حولنا. ولأتحقق مما تعلمت، هيا عزيزي نجيب عن هذا السؤال. أذكر دليلين على وجود الهواء من حولنا. فكر في أدلة تدل وتشير إلى وجود الهواء حولنا. أحسنت، نفخ البالونات وإطارات السيارات في الهواء. أيضاً حركة البالونات والطائرات الورقية في الهواء تدلنا على وجود الهواء حولنا. هيا ننتقل إلى النشاط رقم 3، كيف أستقصي قابلية الغازات للانضغاط؟ ولإجراء هذا النشاط نحتاج إلى الأدوات التالية: محقن عدد 3 ورمل وكمية من الماء. هيا نجري النشاط. ولإجراء النشاط اتبع الخطوات عزيزي الطالب الموجودة في الفيديو، ولكن توخى الحذر عند استخدامك المحاقن. ثم لنجيب عن الأسئلة التي تلي هذا الفيديو. لاحظ معي واتبع الخطوات. أدوات التجربة: 3 محاقن طبية، كوب من الماء، وعاء من الرمل. خطوات إجراء التجربة: نسمي المحاقن الثلاثة كالآتي: A، B، C. نملأ المحقن A بالرمل والمحقن B بالماء والمحقن C بالهواء، حيث تتساوى الكميات في المحاقن الثلاث جميعها. نضغط بإصبع اليد كل من المحاقن الثلاثة، فنلاحظ ثبات ارتفاع المحقن في كل من المحاقن A و B اللذين يحتويان على الرمل والماء، بينما يقل في المحقن C الذي يحتوي على الهواء. والآن بعد الانتهاء من النشاط، أي المحاقن استطعت
أن أضغط. أحسنت، إنه المحقن الذي مليء بالهواء. أي المواد الثلاث قابلة للانضغاط؟ أحسنت، إنها المادة الغازية وهي الهواء. هيا يا أبطال، نحاول رسم جسيمات المواد الثلاثة كما أتخيلها. نبدأ في المادة الصلبة، كيف تكون جسيماتها؟ أحسنت، تكون الجسيمات قريبة جدا، وفي المادة السائلة تكون الجسيمات متباعدة قليلا عن بعضها البعض، وفي المادة الغازية تكون الجسيمات متباعدة جدا عن بعضها البعض. رسم جميل. ماذا تعلمنا من النشاط السابق؟ تعلمنا أن جسيمات الغازات متباعدة بعضها عن بعض، مما يجعلها قابلة للانضغاط. ولأتحقق مما تعلمت، قم بفتح الكتاب صفحة 119 وأجب عن هذا السؤال. يمكن ضغط بالون ممتلئ بالهواء لجعل حجمه أصغر. ما خاصية الهواء التي يظهرها هذا؟ لاحظ الشكل وأجب عن الخاصية التي تتعلق بالصورة فقط. هل أن الهواء غير مرئي أم أنه قابل للانضغاط؟ أم أن لديه كتلة؟ أم أنه ينتشر لملء الوعاء؟ فكر قليلا. أحسنت، إنه قابل للانضغاط. إجابة رائعة. وفي النهاية، هيا نلخص ما تعلمناه في درسنا الجميل. لقد تعلمنا عزيز الطالب أنه عادة ما تكون المادة الغازية غير مرئية، وعرفنا أيضا أنه يمكن أن نلاحظ تأثير الغازات وهي تحرك الأشياء أو تملأ الإطارات والبالونات، وعرفنا أيضا أن جسيمات الغازات متباعدة بعضها عن بعض، مما يجعلها قابلة للانضغاط. ولأتحقق من معلوماتي في هذا الدرس، هيا عزيز الطالب نجيب عن هذه الأسئلة. لاحظ ناصر تطاير أوراق الشجر في مختلف أرجاء حديقة سفير، فسر ذلك. أحسنت، بسبب وجود الرياح التي تدل على وجود الغازات من حولنا. والآن السؤال الثاني، ما سبب انضغاط جزيئات الغاز في عبوة غاز الطهي؟ فكر قليلا. أحسنت، بسبب تباعد جزيئات الغاز عن بعضها البعض. إجابة رائعة. وفي نهاية درسنا لهذا اليوم، أشكركم طلابي الأعزاء على حسن استماعكم، وألقاكم في الحصة القادمة. أستودعكم الله.